بدي لكم جديد مشاهد الكرام وصباح الخير لكل من يتابعنا لكل من يشاهدنا مثل ما شاهدنا أيضا روابط لنظام الدعم الوطني وكذلك أيضا لحساب المواطن دعوة للجميع لكل من يشاهدنا لكل من يتابعنا من المواطنين العمانيين أيضا يعني التسجيل في هذه المواقع بحيث الاستفادة من نظام إعادة توجيه الدعم مشاهدينا الكرام ونتمنى التوفيق للجميع. وهذه المرة محطتنا الحوارية الأولى في برنامجنا مثلما أسلفنا سيكون الحديث حول هواية ثم احتراف يعني ضيفنا الكريم خلى رسالة نصب عينه اللي هي لا إعاقة مع الإرادة الصلبة والعزيمة القوية وبالتالي استطاع أن يتأقلم ويتعايش مع فقد إحدى ساقيه مطلقا العنان لقدراته وإبداعاته وإمكاناته في مختلف المجالات. إن بغيته في تسلق الجبال فهو حاضر، دخول الكهوف هو حاضر، حتى أمس كان دخل إحدى الكهوف في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وإن بغيته في الغوص الحر موجود، وإن حبيت تشوف أجمل وأروع وأبهى الصور الفوتوغرافية فهو أيضا حاضر وموجود في مختلف المنصات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. أتكلم تحديدا عن ضيفنا الأستاذ أحمد بن حمود البوسعيدي. مرحبا بك وسهلا، وإحنا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح الخير. صباح الخير أستاذ العزيز، بارك الله فيك وشكرا على هذه المقدمة الطيبة. يا حياك الله. يوم أمس كان ضيفنا الأستاذ يحيى الهوتي مدرب مدربي الغوص، كان يتكلم عنك ويثني عليك أيضا، وأنك فعلا مثل ما ذكر في حديثه أنك إنسان ملهم، وبالتالي إحنا ارتئينا اليوم أنك تكون حاضر موجود معنا. وللمشاهدين الكرام كذلك نعرف عن مختلف المواهب والقدرات والإبداعات تتمكن فيها على الرغم من فقدك لإحدى ساقيك. صباح الخير من جديد أستاذ أحمد، ومن خلالك نتكلم عن أهمية فعلا الطموح والإرادة القوية الصلبة في مواصلة الحياة على الرغم من ارتباطات ومشاغل وتحديات وصعوباتها. صباح الخير أستاذ العزيز. طبعا دائما نقول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، ودائما نقول يعني العزيمة ما تمنعها حاجة أبدا، فدائما عندك الإصرار وعندك العزيمة انطلق في الأرض والله سييسر لك أمورك دائما إن شاء الله تعالى. طيب أستاذ أحمد، خاطر أعرف يعني نتكلم أولا على آخر رحلة رحت لها اللي هي كهف خصلة شيخ سما، صح؟ في الجبل الأخضر. جميل أن نتكلم أول شيء عن هذه المحطة وبعدها راح ننتقل إلى تفاصيل أخرى. طبعا جزاه الله خير الكابتن محمود الفهدي، قدم لي دعوة لزيارة هذا الكهف وكانت أول زيارة لي هذا الكهف صراحة. المغامرة ما سهلة، المغامرة صعبة جدا، نحتاج استخدام الحبال والنزول إلى 40 متر إلى قاع الكهف، من ثم نزول هي مثل يعني فوهة مثل حفرة الإذابة، فلما تنزل في الأسفل تدخل داخل الكهف. الكهف ما كبير كثير ولكن هي كتجربة تجربة جدا جميلة، وتجربة بالنسبة لي رائعة جدا، وأصعبها صراحة كان التسلق والصعود، لأن الصعود 40 متر بالحبال يحتاج للياقة قوية، ودائما نقول لا يأس من الحياة الحمد لله. لك ما واجهت صعوبة أساسا في هذا الجانب كونك يعني بإحدى ساقيك شوية فيها رجل اصطناعية مثل ما نلاحظ ونشاهد، فما في نوع من الصعوبة، خوف من القلق، توتر في هذا الجانب ربما قد يحصل شيء لا قدر الله؟ كنت أقول للشباب قبل لا ألبس الحبل للصعود كان دقات قلبي يعني متتابعة كثير، فكانت تجربة صراحة يعني بالنسبة لي أنا أعتبرها يعني فريدة من نوعها. الصعوبة دائما نقول نتغلب عليها، صح موجودة الصعوبة موجودة يعني يحتاج لك لياقة قوية، ولكن الحمد لله رب العالمين بشهادة الشباب إني قدرت أطلع في ربع ساعة، وهذا رقم قياسي بالنسبة لي لأني أول مرة، هي 40 متر ما سهلة يعني. ممتاز. طيب تجربتك أيضا في مجال تصوير الحياة البرية والفطرية، أنا دخلت حسابك في الانستغرام وأنا متابعين لك أستاذ أحمد، وما شاء الله صور جميلة وعجيبة وفريدة أيضا، تحاول قدر الإمكان أنك تلتقطها وبشكل فريد مختلف عن الآخرين. خبرني وخبر أيضا المشاهدين الكرام عن هوايتك أيضا وما الذي يستهويك في هذا المجال تحديدا. طبعا أنا محب للحياة الفطرية من كنت يعني من طفل، خلينا نقول من صغري، و قدر الله أني الحمد لله رب العالمين أني ارتبطت في جانب من البحث العلمي في جامعة نزوة، وصار يعني الهواية صارت مهنة، في هذا ربطت الهواية المهنة، وأريد دائما أن الناس تشوف الجمالية اللي أنا شاهدها في هذه الحيوانات البرية. عندنا ما شاء الله في سلطنة عمان تنوع كثير، يعني من سحالي مثلا، من صحيح. من يعني خلينا نقول طيور، بيئة خصبة عندنا أساسا، تنوع كبير، فدائما نحب نظهر الجماليات اللي احنا نشاهدها بعيوننا، ف
نتمنى يعني ان نضيف دائما شيء مفيد، نتمنى يكون يعني على الاقل لو شيء بسيط يعني، ويكون مرجع علمي للناس. ممتاز. فنحاول نستقصي المعلومه من مصادرها ونتقبل دائما انتقادات الناس مهما كانت، ونستقصاها ونحاول يعني نظهر اللي هو الجميل دائما بالضبط فيها. بالضبط. يعني انا ارجع ايضا للاستاذ يحيى الهوتي، امس مدربي الغوص ايضا اثنى عليك مثل ما ذكرت انا في البدايه، فجميل ايضا ان ننتقل هذه المره الى الغوص الحر. احنا قاسين الحين ننتقل من دخول الكهوف الى تسلق الجبال الى الان نتكلم عن الغوص الحر. طبعا لا يخفى عليكم، فقدت ساقي في تاريخ 25/11/2014، وكنت في التأهيل الطبي تقريبا ما يقارب كم شهر. في خلال 6 أشهر من قدرت أني ألبس الطرف صناعي وأموري طيبة، قررت أني أدخل دورة غوص، وقررت أني أثبت نفسي أني قادر أغوص مرة ثانية. طبعا أول غوصة كانت لي مع أولاد العم يعني والأصحاب جزاهم الله خير، فتوقعت أني يعني ما أقدر أغوص بالإرادة يعني اللي هي كنت أنا يعني عندي الطموح، ولكن ما تعرف يعني احتاج تجرب. الحمد لله قدرت اوصل ل 13 متر وهذا كان انجاز. 13 متر؟ 13 متر بالطرف الصناعي. بالطرف الصناعي يعني. وكانت بدون دوره غوص يعني، انا كنت اصل لمستوى 15 متر في هذيك الفتره. كانت بادوات الغوص ولا غوص حر اساسا بدون اي ادوات؟ الغوص الحر، الغوص الحر طبعا هي بكتم النفس يعني. ايه نفس بالضبط. واحد تاخذه من سطح الماء وتنزل الى القاع لحد ما تحس انك يعني مستكفي وترجع. طبعا القدرات دائما تنميها هذه يعني خلينا نقول يعني مثلا الناس تقول كم تجلس تحت الماء يعني. هي الدقيقه شيء عالمي، شيء جميل جدا الدقيقه، تشوفها تحت الماء تحت بين الكائنات الحيه شيء جميل. فنحن نجلس بين دقيقه ودقيقتين في هذا الحدود، وفي ناس تجلس اكثر يعني تطور نفسها اكثر. حتى ذكر امس هو حتى في ناس توصل لاربع دقائق. لاربع دقائق وتوصل لست دقائق. وهذا اتوقع يحتاج لها نوع من التمارين الخاصه. صحيح صحيح صحيح، يحتاج التكنيك خاص، يحتاج انك يعني كما تقول تمارين معينه تقوي نفسك، ولازم تواظب يعني رياضه معينه ما تواظبها راح تخسرها راح تفقدها، فيحتاج تواظب بين فتره وفتره ترجع لل يعني. مثلا انا عندي هوايات كثيره. بالضبط. فالغوص معطينا من اولويات بعد يعني ما ناسنا. طيب من بين هذه الهوايات كلها يعني وين الاقرب والمحبب الى قلبك اكثر؟ وين اكثر شيء تمارسها بشكل دائم؟ خلينا نقول يعني ما اقدر اقول الغوص الحر ولا اقدر اقول الجبال لاني منوع نفسي الحين تصوير. بشكل دائم ومستمر اساسا؟ نعم، انا حتى امتلك قارب يعني، انا من سكان الداخليه بعيد عن البحر، امتلك قارب موجود عندي في مسقط لاني ما اقدر عن البحر. ممتاز. والجبال قريبه منه الحمد لله رب العالمين، والكاميرا دائما ترافقني وين ما اروح يعني موجوده عندي حتى في السياره، وانا الحين جاي هنا انا موجود الكاميرا. افهم من كلامك ان التصوير اهم الاولويات عندك اساسا. خلينا نقول لانه يعني ممكن تصور في اي مكان في كل ظروف. بالضبط. وما يمنعك يا خاصه الحياه الفطريه يعني. ممتاز. طيب ربما انه التصوير للاماكن العامه والجماليات ومواطن الروعة أيضا في مختلف الأماكن لربما شيء نوعا ما سهل، لكنك تصور الحياة الفطرية والحياة البرية ما هو بالشيء السهل، وتوقع يحتاج لك إلى صبر وإلى أوقات وإلى تمرينات وتدريبات ومهارات من غير الأدوات التي ينبغي أن تكون حاضرة وموجودة. كلمنا أيضا عن هذه الصعوبات وعلى هذه التحديات وكيف استطعت أنت شخصيا أنك تتجاوزها. بصراحة مثل ما ذكرت يعني تحتاج صبر وتحتاج وقت وتحتاج جهد، ودائما يعني الكثير ما تفشل يعني، ولكن دائما لما توصل للنتيجة أو تصور شيء أنت تريد تصوره فتكون مرتاح وتكون سعيد لأنك وصلت لغايتك. يحتاج أحيانا لتصوير حاجة في الحياة الفطرية يمكن يعني يستغرق عليك من ساعتين ثلاث والأكثر من ذلك. بالضبط. ولكن الشغوف دائما ما يمل يعني، يعني لو تركتني في مكان وأنا أريد أصور حاجة معينة يوم كامل ما عندي مشكلة. ما شاء الله. أهم شيء يكون عندي زادي وأنا في هذا المكان. طيب في أبرز الالتقاطات اللي التقطتها حتى اللحظة؟ صراحة يعني أحب تصوير الحياة الفطرية، أكثر شيء أميل حاليا في هذه الفترة إلى الزواحف. الزواحف. نعم. من أبرز الالتقاطات هي الكوبرا العربية. الكوبرا العربية من أصعبها وجدا ما سهلة. فالكوبرا العربية دائما لازم عشان تظهر جمالها لازم تكون هي متنرفزة بعض الشيء، لازم تكون واقفة يعني. فهذا السلوك يعني هو تهديدي من الكوبرا او من الثعبان نفسه للمصور. والوضع خطير ترى. الوضع خطير يعني احيانا تلاحقنا.
عندك يعني بعض الادوات الامن والسلام اساسا لما تروح تصور؟ بصراحه خبرتي يعني الطريق. يعني الحمد لله رب العالمين اعرف نقاط يعني خلينا نقول سلوكيات الثعبان نفسها. تتعامل معاها؟ نعم. ما تقدر يعني وش تلبس بالضبط؟ جلافز ما تقدر تلبس وقت التصوير، ولكن تكون في يعني ما تكون داخل في مستوى الخطوره كثير، ولكن احيانا نصادف ان الكوبرا تهاجمنا وتلحقنا. يعني صار لك موقف معين؟ نعم صار لي اكثر من موقف، يعني في تصويرين الكوبرا لحقتني. ايش اللي صار؟ ان الكوبرا تهاجمك وانت جالس تصور، فتكون قريب منها ما يقارب 3 متر لمترين. 3 متر فقط؟ او مترين حتى؟ حتى وصل لدرجه يعني صورناها بالماكرو بعدسه ماكرو بدرجه يمكن 50 سنتي يمكن. ما شاء الله. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني كنا نعرف سلوكياتها، فهي سلوكيات الثابتة منها توحي ان احنا ممكن نتقرب، لكن تحت حدود طبعا. ممتاز. لكن تصويرك يكون في نطاق محافظة الداخلية او تتعدى الى مختلف الولايات والمحافظات في السلطنة؟ طبعا الكوبرا العربية توجد في جنوب عمان فقط. في ظفار. والحمد لله يعني قدرنا نصور معظم الثعابين الموجودة في سلطنة عمان، خلينا نقول 90 او 95% صورناها. صورنا في الجبال، في طبعا خلينا نوه على نقطة معينة اللي هي الثعابين ولا الزواحف تنشط في فصل الصيف. فصل الصيف تكون حرارة شديدة جدا بالضبط، فيحتاج لك صبر كثير، أحيانا تضطر أنك تجلس في الرمال حارقة درجة الحرارة فوق 50 عشان تصور حاجة معينة. البعض الآن اللي يسمع كلامك أستاذ أحمد يقول وبالعماني إيش الكالف، إيش الداعي أساسا أنك فعلا تغامر وفي نفس الوقت اساسا تتعرض لهذه المشقات كلها؟ ايش الرد، ايش الجواب يكون؟ خلينا نقول الشغف، ونفس الشيء حب للهوايه، وخلينا نقول نفس الشيء حب للتطلع والعلم. فاحنا لما ننشر شيء علمي في هذا الجانب نرتاح نفسيا من ناحيه ان احنا جالسين نبذل لوطننا ولنا لانفسنا نفس الشيء ولمجتمعنا كامل عام. ممتاز. يعني حتى حسابي في الانستغرام خليته صفحه علميه في بعض المقالات اللي فوق في الهايلايتس، يعني هي مرجع لبعض الناس وتشرح اساسا مختلف المعلومات والموضوعات، خاصه اذا التقطت صوره لكائن ما. نعم. في بعض الشروحات حول هذا الموضوع. صحيح. جزء. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح. شخصيا ما خاطر ابدا خلص معك اللقاء، ولكن ايضا ربما هناك محطات وفقرات اخرى موجوده معنا في البرنامج. شكرا لك. بارك الله فيك استاذ العزيز، وشكرا لكم وشكرا لاستضافتكم، واحب اشكر الكابتن يحيى ان امس طراني في مغامراته، وإن شاء الله إحنا مستمرين في الغوص ودائما نكون داعمين له إن شاء الله تعالى. بإذن الله. شكرا. بارك الله فيك. شكرا إذن للأستاذ أحمد بن حمود البوسعيدي، مغامر ومصور ضوئي حياة برية وفطرية. شكرا من الأعماق. شكرا. شكرا. إذن مشاهدي الكرام، كانت هذه محطتنا الحوارية الأولى في برنامجنا لهذا اليوم. أكيد هناك محطات أخرى مختلفة ومتنوعة، ولكن بعد الفاصل نواصل. فخلوكم معنا.